اوفر سيف. طب ليه؟ لان نتيجه البريشرايزيشن اللي بتحط في الفيوزلاج ممكن بتعرض لفتيج وبتعرض للودز. نعم ماشي. بتعرض للودز غير مليان في بضاعه، في ناس بتتحرك الى اخره. ففي الاناليسيس بتاعه بنعمل الاناليسيس المبدئي بنعتبر ان الفيوزلاج متحمل اساسا على اللونجر اونز والسترينجرز والرينجز كويس. فده بيسهل الحسابات جدا وبيدي سيفتي، وفي البريليمينري ديزاين افضل انك تعمله. وبعد ما تتاكد ان الاستراكشر بتاعك اللي هو اللونجر اونز والسترينجرز شايله، بتبتدي تبص على السيفتي اللي انت بتحصل عليها نتيجه ادخال السكن في الاناليسيس بتاعك. فعشان كده في الاناليسيس بتاعت الفيوزلاج هتلاقينا مركزين اساسا قويه يعني بنعتبر ما هو زي الوينج. الوينج لو تلاحظ كنا مركزين على ادخال السكن في الاناليسيس بشده، لكن في الفيزيولاج بنعمل ايه؟ بنحاول نقول هنخلي السترينجرز واللونجر اونز والرينجز شايله كده كويس. وبعد كده ده في البريليمينري اناليسيس، لكن بعد ما نخلصها ونتاكد ان هذه الاشياء شايله بندخل معانا السكن بنفس الطريقه اللي ما عملناها مع الوينج، اللي هي فكره ان لو اندر تنشن دخل كل السكن، لو اندر كومبريشن دخل الافكتيف اريا بس، ونعملها كسكند سايكل للاناليسيس عشان نتاكد من ان عندي مارجن اوف سيفتي كافي. فهمنا الطريقه ازاي؟ يعني بتاكد الاول بالاناليسيس البسيطه اللي هي بتاعت زي بتاعت الامتحان بالظبط، انك حطينا الرينجز والسترينجرز واللونجر اونز، واساسا في حسابات البندنج الرينجز ما بتظهرش، فبتبقى الحسابات مبنيه على ان اللونجر اون والسترينجر بتشيل البندنج بتاعك كده كويس. بعد ما نتاكد ان احنا عندنا البيزك ستراكشر شايل، بنبتدي نحط السكن بزي طريقه الوينج بالظبط. لو كانت اندر تنشن بتحطها كامله، ولكن بتوزعها على السترينجرز وعلى اللونجر اونز. لو كانت اندر كومبريشن بتحط جزء منها بس اللي هو الافكتيف اريا، وبنعتبر دول از اديشنال سيفتي. يعني زي ما نكون حسبنا الاستراكشر على اساس ان ما فيش فيه غير السترينجرز واللونجر اونز، وبنتاكد ان ده بيدي لي زيرو مارجن اوف سيفتي كويس. بعد كده بحط السكن، يبقى خلاص بالنسبه للاستراكشر بقى كده سيف. بنحط السكين بعد كده بالطريقه اللي اتحط فيه الوينج، ونشوف المارجن اوف سيفتي اللي عندي بقى قد ايه كويس. فدي ابسط طريقه للدخول في الاناليسيس دي بتاعه الوينج. فهنشوف دلوقتي مساله اللي هي موجودة عندنا. المسألة دي طب دي عبارة عن ايه؟ دي موجودة في لا معلش انا هخلي دي الاول، وخلي المحاضرة بتاعتنا موجودة برضو، واشوف المحاضرة ديت. المحاضرة دي معاكم المسألة اللي بشوف فيها ازاي بعمل اناليسيس دوينج. باخد التيبرد قصدي الفيوزلاج، باخد تيبر فيوزلاج زي ما انت شايف ده مكون من 16 نقطة من واحد، وبعدين واحد و17 ده عبارة عن سترينجر متقسم، فيبقى عندي 17 سترينجر بس واحد و17 متجمعين في واحد. المجموعة دي بعمل لها اناليسز. شايفين الجدول ده؟ الجدول ده هو نفسه
الجدول ده كده كويس، متأكد كده ده عبارة عن ال 15 نقطة، الأبعاد من 15 ل 15، الواي بتاعي من 0 لغاية 15 15، والاريا بتاعتي بواحد نص وواحد من عشرة، وبحسب الاستريس. طب ارجع تاني هنا، هل بص على الرقم ده، ده اللي هو من 15 ل 15 وماشي من 15 ل 15 برضه، وحسبت الاستريس، فنشوف ايه اللي عملناه بالظبط. طبعا بعد ما بحسب الادي الجيومتري بتاعتي، بحسب الاي واي واي بمعرفة الزد ده، وبشوف هنا ما ارهقتش نفسي قوي، يعني ما دخلتش معايا في الحساب السكيم خالص ده كويس، ورحت حاسب الاي واي واي طلع 180، واعتقد برضو ان حسب الاي زد زد، لان عندي سكشنين، سكشن منهم عند الزيرو، والسكشن نرجع برضو للمسألة بتاعتنا، انا عندي هنا سكشنين اهمت، واحد هنا واحد هنا، ده مطلع الانيرشيا بتاعتي هنا طلعت 180. طب والانيرشيا دي كام؟ طبعا اقل من كده. طب اقل بكام؟ نرجع الحسابات بتاعتنا، طلعها ل 156. يعني هنا عملت ايه؟ عملت الاتي، رحت حاسب الانيرشيا عند السكشن ده طلعت 180، الانيرشيا عند السكشن ده طلعت 156. ده برضو اراجع نفسي، لا دي اللينير، ماشي. انا هنا ما دخلش، احنا قلنا الحصه اللي فاتت ان لما بدخل لينيرتي بتزود الكباسيتي بتاعتي، وبالمناسبه دي برضو هقول كلمه على الحته دي، هي بتزود الكباسيتي ليه؟ لان ال نعم نفهم الفيزيكس بتاعتها برضو، اتاكد انكم فاهمين الفيزيكس اللي فيها ايه. انا لما بيكون عندي الاستريس بتاعي بالشكل ده، الاستريس ترين كيرف، هنا الاستريس قل، يعني مثلا عند سترين كده بلاقي الاستريس هنا اقل بكتير من اللينير اللي انا بتعامل معاه. عشان ده يحصل يبقى لازم الاريا تزيد، مظبوط؟ فالاريا بتاعت النقطة اللي عندها الاستريس داخل في اللينير دي بيبقى هي اريا فيرشوالي اكبر، صح؟ عشان النقطة ديت اللي عندها الاستريس بالرقم ده، والنقطة دي هي نفسها عندها الاستريس اعلى كده، يبقى كأن هنا الاريا اكبر من الاريا دي، الاريا النون لينير اكبر من الاريا اللينير، يعني كده الاستريس حاسس ان الاريا بتاعته اكبر وعشان كده قل، كويس. فلما الاريا دي يبقى خلاص ده السكشن لما كان لينير، واريا ديت برقم معين تحولت بالنسبه للحسابات بتاعت الاريا اكبر بكتير، وعشان كده الانيرشيا بتاعتها بتكبر. وعشان كده لما بقول السيجما بيساوي ام على الاي في واي، يبقى المومنت بيساوي السيجما في الاي في واي، الاي ما اتغيرتش، الواي ما اتغيرتش لان هي نفس الارتفاع، والسيجما ما اتغيرتش لان هي ليد. فاذا اللي بيزيد هنا هو الاي في الحسابات بتاعتي، فاذا زاد الاي يبقى المومنت اللي السكشن ده يقدر يشيله بيبقى اكبر. عشان كده بنقول ان النون لينيارتي بتزود في الكباسيتي بتاعت البندنج بتاعت السكشن. فهمت الفيزيكس بتاعتها ولا لا؟ اتفهمت ولا استوعبتوا الكلام وتفهموه براحتكم؟ يعني الفكره انك بتقول ان الماتيريال بتاعتي دي بتشوف الاستريس اقل من الاستريس اللينير عند نفس الاسترين، فده بيتقلب
ان الاريا لازم اعتبرها اكبر، صح؟ فاذا اعتبرت الاريا دي اكبر يبقى هعتبر الانيرشيا اكبر، واذا كانت الانيرشيا اكبر يبقى المومنت كاباسيتي بتزيد. ماشي؟ يعني فكر فيها كده بالراحه، وانت بص على حل المساله وفكر فيها بالراحه. فكل الفكره انك بتجيب النسبه بتاعت الاستريس ده اللي هو اللينير وده النون لينير، وتضرب الاريا في النسبه بتاعت السيجما على اللينير على السيجما النون لينير، الرقم ده اكبر من واحد، يبقى الاريا بتاعتك الافكتيف بتزيد، فبالتالي الانيرشيا بتزيد، فبالتالي الكباسيتي بتزيد. خلاص؟ كنت بس حبيت اقول النقطه ديت كنوع من ايه؟ من ليه بتلاقي النون لينيرتي بتزيد؟ وبعنى يعني المعنى اصح يعني ممكن تبص لها بالبلدي كده، ان السكشن بتاعك لما بتزوده في النون لينيرتي بترهقه اكتر، صح؟ فبتقول انه قدر يشيل اكتر من اللازم، يعني السكشن بتاعي ده لما بدخله في النون لينيرتي بيبقى وبسمح بدخول النون لينيرتي، بسمح له بالدخول في الرينج بتاع النون لينيرتي، بالنتيجه بتبقى المومنت كاباسيتي بتاعته بتزيد. ايه هي المومنت كاباسيتي؟ هي المومنت اللي عندها اعلى ستريس بيساوي ليه. كويس؟ نيجي على المساله اللي بنحلها دلوقتي. عند السكشن ده حسبت الانيرشيا بتاعتي، يبقى انا انا عندي هنا سكشن وهنا التاني. لما جه يحسب ما حسبش عند السكشن ده، لان المسافه دي كبيره، ده 150، فحسب عند ال 150 ده، وعلى سكشن هنا على بعد 30 سم من النقطه دي، يعني كان السكشن ده عند 120، عند 150 ده 120، وعند ال 120 حسب الواي والاي وحسب الحسبه دي اللي هو الجدول اللي اوضحه لكم اكتر بالشكل ده، حسب الديستنس بتاعتي هلاقيها انها بتتراوح بين 11، لا مش هي دي، الواي بتاعتي هنا بتتراوح من 14 و 14 زائد و 14 ناقص، يعني هي دايره ب 14 و 14، وعشان كده الانيرشيا بتاعتي قلت بقى ب 156، وال 156 حسبت اللينير ستريس عند السيجما 30، ده عند السيجما 0 اللي هو عند الطرف الكبير، وده عند السيجما 30، طلع الاستريس ديستريبيوشن ويقدر يطلع البي منه، وزي ما كنا بنعمل في الرنج بجيب الدلتا بي دلتا واي اللي هي دلتا بي على 30 برضو، يعني عشان ما انتهش انا بعمل ايه؟ جايب السكشن ده خدت ده على بعد 0 وده على 30 وده ال 150، انا خدت التو سكشنز اللي على بعد الزيرو وعند ال 30، حسبت للزيرو ده الانيرشيا طلعت 180، وحسبت للسكشن ده الانيرشيا طلعت 156. ماشي؟ حسبت الاستريس عند السكشن ده وعند ده، البي عند السكشن ده والسكشن ده، حسبت الدلتا بي الفرق بين الاثنين قسمته على ال 30 هيطلع لي الدلتا بي دلتا واي اللي هي دلتا كيو، ده من الترم اللي فات. وبعد كده جمعت الديستريبيوشن بتاع الكيو، خدت نقلت ده كما هو، وبعدين عند ده جمعت اللي عليه ال 11، عند ده جمعت عليه ال 18، عند ده 3، قعدت بالشكل ده لغايه ما جبت المجموع اللي هو الكيو شير فلو بتاع الاوبن سيكشن. فاكرين الكلام ده؟ نعم؟ مش سامعك بتقول ايه؟ اللي هو انهي واحد؟ ده بجيب الاستريس عند البوزيشن 30. ايه هو البوزيشن 30؟ قلنا هناخد هنا ده البوزيشن 0 وده البوزيشن 30، سيكشن على بعد 30 انش من الاول. نعم؟ ما بعد الاستريس بجيب البي، ما
بضربه في الاريا بتاعت السترينجرز بجيب البي ماشي، ده عند واحد وعند الزيرو وعند 30. بجيب الدلتا بي دلتا واي اللي هي الكيو، انا بعتمد على ان احنا خدنا الكلام ده قبل كده، ومن الكيو بجيب الدلتا كيو اللي هي دلتا بي على دلتا واي اللي هي 30. بجمع الدلتا كيو اجيب منها الكيو اللي هو الترم ده. الكيو ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الاوبن سيكشن شير فلو كويس. وبلاحظ هنا انا بجيب الاوبن سيكشن شير فلو المتزن مع اللود. يعني لو ارجع كده المنظر بتاعي، ابص هنا اللود لفوق 2000، هلاقي ان الشير فلو اللي هحسبه ده بادي من النقطة دي عندها بزيرو، الشير فلو هنا هيبقى ماشي بالشكل ده وعمال يزيد لغاية ما يوصل للماكسيموم بتاعه هنا، وبعدين يرجع يقل تاني يقل تاني بشكل. والناحية دي هلاقيه بنفس الشكل. يعني الشير فلو بالنسبة لي ده هيبقى كله لتحت بالشكل ده. طبعا هو بحسبه زي هتحسب الاول الاوبن سيكشن شير فلو، لو ابتديت من هنا هتلاقيه سيمتريك كده وسيمتريك كده. لو ابتديت من الزيرو هنا لانه بيستغل السكشن ده سيمتريك، فبالتالي الشير فلو عند النقطه السيمتريك بزيرو، وبعدين يجمع الشير فلو هنا والشير فلو هنا. لاحظ ان ده بيبقى لتحت وده لفوق، يبقى ده الان اكوليبرام، ده الان اكوليبرام شير فلو. فبعد كده بلاقي ان الاكوليبرام ده مجموعه في الاتجاه ده بصفر، الاقي ان ده متزن مع الكومبوننت في الاتجاه ده اتجاه زد، والاتجاه اكس متزن زيرو بيساوي زيرو. هلاقي ان التوس اكوليبريم ايكويشنز في اتجاه الواي وفي اتجاه الزد، قصدي في اتجاه الاكس واتجاه الزد متزنين، فيتبقى لي ايكويشن واحده. ايه هي الايكويشن ديت؟ اني بقول ان الشير فلو انا فرضه هنا بزيرو، ده فرض جدلي صح؟ فبقول طب الشير فلو لو انا حطيته هنا بكيو كوركشن، هلاقي ان الشير فلو بتاع الكوركشن ده، يعني لو جه هنا مثلا حطيت الكيو هنا بكيو كوركشن، يبقى الاقي كيو كوركشن وهمشي على السكاشن واحده واحده، هيضاف على ده وبعدين يضاف على ده ويضاف على ده ويضاف على ده ويضاف على ده ويضاف على كل السيجمنت من السيجمنت. وعشان كده بقول ان اضافه الكوركشن ده بيعادل ان انا بضيف كونستانت شير فلو صح؟ واذا كان بيعادل ان انا بضيف كونستانت شير فلو يبقى كاني بضيف تورك. فاهمين المنطق فيها؟ يعني كل اللي عندي مجهول واحد اللي هو كيو كوركشن. بس لو انا ضفت الكيو كوركشن ده تبص لها احسن من الجدول. يعني الفكره بتبقى ازاي؟ لو بصيت على الجدول ده، لو انا عندي الكيو ده وجيت ضفت عليه كونستانت، بدل ما كنت بادي من زيرو ضفت عليه كونستانت، الكونستانت ده هيتنقل هنا وبعدين هيتنقل هنا، هو نفس الكونستانت. فاهمينها ولا لا؟ بمعنى قولها تاني، لو انا الرقم ده ما كانش 5 و9، لا كان 15 و9، افرض ان الكونستانت شير فلو كان الكونستانت ده 10. من طريقه التجميع ديت انا جمعت ازاي؟ لو قلت ان الكيو نوت 10 قصدي 15، مش انا بجيب ال 15 ديت واقوم مجمعها على الرقم ده صح؟ فهتوصل هنا وبعدين هجمعها هنا على الرقم ده هتوصل هنا، جمعها ده على، يعني كان اضافه الكيو نوت مره ثانيه بيعني ان الكيو نوت ده هتضاف على كل السيجمنتس دي صح؟ واذا كان السيجمنتس فيها كيو نوت ثابته ده بيعادل ايه؟ وده كلوزد سيكشن، ده بيعادل كيو نوت اللي هو بيساوي 2 اللي بيساوي التورك على ضعف الايه؟ صح كده؟ ضعف الايه؟ الكلوز. يبقى فكره ان انا عندي مجهول واحد بجيبه ازاي؟ بقول ان الكيو نوت ده
بيضاف لو انا قلت ده مش صفر ده بقى اسمه كيو كوركشن بتاعي هيضاف على كل السيجمنتس دي وده بيعادل ان انا بحط كونستانت شير كونستانت تورك كويس فببتدي ادور يا على الكونوت يا كيو نوت يا على التورك فبلاقي من المنظر اللي قدامي ده ان الاكوليبريم في اتجاه الاكس من حق اتجاه الواي متحقق لكن في اتجاه المومنت اتجاه التورك ما هوش متحقق صح فعشان كده ده السبب ان انا بقول هحط على السكشن ده كيو نوت اللي هي بتعادل تورك على 2 الاريا كويس وبعد كده بدور على الكيو نوت فبلاقي ان المعادله بتاعت الاتزان تكفي ايه المعادله بتاعت الاتزان دي ان التورك ده اللي هو عباره عن 2 الاريا في كيو نوت لو ضفته على التورك اللي جاي من الشير فلو حوالين نقطة زائد التورك الاكسترنال ده كله لازم يساوي ايه؟ يساوي صفر ليه؟ لان انا عندي تورك اساسا جاي من الشير فلو زائد التورك جاي من الاكسترنال لود زائد التورك اللي هحطه المفروض المجموع ده بيساوي صفر يعني واحد من الاوبن سيكشن شير فلو ده بعمل ايه اخد اي نقطه اربيتراري ما تفرقش معايا ليه بقى لان بجيب المومنت اللي جاي من الشير فلو وايه العزوم بتاعه حوالي اي نقطه والمومنت اللي جاي من الاكسترنال واجيب العزوم بتاعه عندي نفس النقطه ولاحظ ان التورك اللي اضفته العزم بتاعه حوالين نفس النقطه ما اتغيرش كويس عشان كده بقول خد العزوم حوالين اي نقطه وسيبها بسكت معاك انا في المساله دي من داخل معايا كويس يعني انا المفروض ادخل معايا التورك اللي جاي من التيبر ماشي والمجموع ده بيساوي صفر زي مسألة الوينج بالظبط بس دلوقتي انا الجزء ده في مجهول الجزء ده من الشير فلو ده معلوم حوالين اي نقطة بس انا اللي يهمني تعرف حوالين اي نقطة الشير ده حوالين اي نقطة حوالين نفس النقطة اللي هي اخترتها ده بيبقى حوالين نفس النقطة ده انا اخترتها الفكرة ان الشير فلو اللي جاي من الكيو ده حوالين اي نقطة اختارها هيطلع كمية ثابتة يبقى دايما المعادلة الوحيدة اللي هي بتاعت البالانس بتاعت الكيو بتاعت التورك هقدر اطلع منها الكيو نوت بعد ما اجيب الكيو نوت انا لاحظت من الجدول الكيو نوت ده لازم تضاف على كل السيجمنتس فده اللي بعمله ان انا بعد ما اتاكد ان حسبت الكيو نوت اللي بتحقق البالانس عن طريق ان انا اساوي مجموع العزوم كلها بصفر اقوم ابتدي اضيفها تاني على كل سيجمنتس اجيب الفلو الشير فلو في الكلوز سيكشن تعالوا بص ايه اللي عملناه هنا اهو جبت كيو وجبت الام وجبت 2 كيو ام فاكرين الكلام ده 2 ام كيو ده عباره عن التورك بتاع ايه يعني كان لو اخدت نقطه هنا مثلا بجيب الكيو ده في ضعف الاريا دي الكيو ده في ضعف الاريا دي الضعف الاريا دي بسميها 2 ام انا بس بفكركم كنا بنعمله ارجوكم فاكرين لما بضرب الكيو في ضعف الاريا كلوزد بتاعت كل سيجمنت حوالين النقطه اربيتراري انا بختارها طبعا بختار نقطه في الجيومتري تكون الحساب سهل يعني لو كانت دايره خد حوالين السنتر مظبوط لو كان مستطيل خد حوالين اي كورنر فيه فالمهم الكيو في 2 ام ده عباره عن هو الشير فلو تورك نعم
طبعا ولا تفهم. ماشي، هتحدد ايه ازاي؟ انت اولا انت بتحسب الشيل فلو عند كل اللي هو بشكل عام. نعم بشكل عام، ما انا بشكل عام برضو انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. ويقصد في الديزاين يا دكتور الديزاين ما يحطش ليه ما يعملوش زي بعض، يعني ايه يحطهم في الكواليتي ستيت؟ ايه هم اللي ليه ما يعرضهمش بالظبط؟ الديزاين ليه ما يحطش اللون حط السترينجرز ايكوال سبيس بتاع الستاش غالبا بتتعمل از ايكوال سبيس از بوسبل، لكن في احيان الراجل الديزاينر عنده شباك، عنده فتحه، عنده تثبيته يعمل فيها الوينج، فما بيقدرش دايما يعمل الايكوال سبيس. يعني هو يعني نفسه يعمل ايكوال سبيس ديستريبيوشن لان ده احسن، لكن مش شرط انه في الديزاين بيسمح له بكده، لانك عندك الفيوزيلاج ما هواش يونيفورم، فيه عندك شبابيك في ناحيه وناحيه لا، في باب في ناحيه وناحيه لا، هتحط انجن بشكل مسيمتريك، فما يقدرش يحقق شرط الايكوال سبيس ديستريبيوشن سترينجرز. الحل انه يحسب الشير فلو زي ما حسب، وبعدين عشان يحسب الكيو نوت هو بياخد العزم حوالين اي نقطه، هياخد العزم حوالين النقطه دي لو اضطر، وبعد كده يحسب السبيس الكيو ام دي. يحسبها بقى ازاي؟ طريقه مساله جيومتري كويس من رسمه واحسبها اي حاجه، يعني دي مش موضوعنا. يعني حساب بعد كده بالنسبه لي ده هيبقى عباره عن مجموعه الشير فلو في سميها ام، الام ده هي ضعف الاريا كويس، يعني الام هي ضعف الاريا، انا اعتقد هو ايه بستخدم ام كضعف الاريا، يبقى ده هو الشير فلو تورك، التورك اللي جاي من الشير فلو حوالين نقطة اربيتراري كويس. وبعد كده الاكسترنال جاي من الاكسترنال ده بشوف العزم بتاعه حوالين نفس النقطة، وبعدين التيبر برضو هجيبه حوالين نفس النقطة، وبجمع عليه الكونستانت تورك بتاع الكيو نوت، وده بقدر احسب منه الكيو نوت سنجل انون، سنجل انون في المعادله دي اقدر احسبها. بعد ما بحسبه ابتدي اضيفه على الكيو اوبن سيكشن، يبقى ده اسمه كيو كوركشن، معلش اسف، اضيف الكيو كوركشن ده على الكيو اوبن سيكشن يديني الكيو كلوز سيكشن. ماشي، لو نبص هنا معلش هو عاملها 2M، يعني ضعف الاريا مسميها 2M، لما يضرب ال 2M في الكيوب مجموع ده بيديني التورك بتاع الشير فلو، وهنا بالمناسبه لما جمعه طلع صفر لان الشير فلو بالنسبه له كان سيمتريك، فطلع واخد النقطه اللي بياخد عليها العزم في السنتر، فطالع ان ده وده شبه بعض، طلع له المومنت حوالين الاوريجن بصفر. ماشي؟ طيب يبقى انا عرفت حاجتين، عرفت المومنت بتاع الشير فلو، وبعدين الجزء الثاني اللي زي زميلك بيقول اللي هو التيبر، التيبر ده برضه بيطلع فورسز في الفلانجات، فالفورس اللي في الفلانجات بيضرب فيه يحسب منها البي زد والبي اكس، او البي زد والبي واي في الحاله دي، وبعد كده يضرب البي واي في الزد والبي زد في الواي يجيب منها المومنت اكس، وجمع المومنت اكس ده هنا طلع بصفر برضه، يبقى في عندي مومنتس جاي من التيبر، ومومنت جاي من الشير فلو، ومومنت جاي من الاكسترنال لود، بجمعهم واضيف عليهم كيو في ضعف الاريا واحسب من العمليه دي الكيو نوت، بقول ده الكوركشن اللي بعمله في السكشن كويس. بعد كده بجيب طلع الكوركشن هنا كنت حاسبه في المساله ديت اهو، طلع عباره عن ايه؟
عبارة عن مجموع حاجتين. الحاجة الأولانية اللي هي الجي بتاعة 12 ده اللي هو عبارة عن الاكسترنال تورك، والحاجة التانية كان عبارة عن الشير فلو، هتلاقيها عبارة عن بتاع الكيو عند نقطة 20. يبقى ده عبارة عن الشير فلو بتاع كل السيجمنتس، وقسموا على ضعف الاريا زي ما تشوف كده، قسموا على بي 21. انا بتكلم دلوقتي الجي 2. طيب الكيو 20 ده عبارة عن مجموع المومنت بتاع الشير فلو. انت عايز تقول ان انا هنا ده هو المجموع كده كويس، يبقى عاوز اقول ان انا هنا اخد ال 21 بدل ال 20 صح؟ الحمد لله مش زعلان. بص الكلام ده حصل فيه تغيير، هتلاقي ما حصلش تغيير ماشي، بس الصح ان انا اخد المجموع ماشي. طيب ده ازاي بحسب الشير فلو؟ بعد ما اجيب الكيو نوت الاحظ ان انا لو ضفت الاوبن سيكشن على الكيو نوت اللي طلع بكام بناقص 6 هيطلع لي ناقص 7.10. هضيف على الثاني 16 جمع عليه ناقص 6 هيطلع ب 10. فكده بيضيف الشير فلو باشارته على الاوبن سيكشن يطلع للكروس سيكشن كويس. يبقى ده اللي هعمله في الفيوزيلاج ماشي. نعم ممكن تحل تو سيلز، بس ده السيل الاولانيه. لو هتستخدم تو سيلز زي ما كنا بنعمل التو سيلز بتاعت الوينج برضو هنعمل التو سيلز بتاعت الفيوزيلاج. ازاي؟ هيبقى التو سيلز كده كويس. هتعمل فتحة بدل ما كنت بتعمل هنا فتحة بس، هتعمل فتحتين وتحسب الشير فلو في وتحسب له الكيو 2 كيو ام حوالين اي نقطة، وتحسب الاكسترنال حوالين اي نقطة، وهتحسب التورك بتاع التيبر حوالين نفس اي نقطة، ولكن الاثنين اريا انكلوز في الكيو يبقى ده عبارة عن الاوبن سيكشن، لكن ده الانون ده الكوريكشن. تجمع المجموعة دي كلها ده بيساوي صفر، دي معادلة اتزان واحدة ده كويس. بس معادلة الاتزان هقول ان انا لما جيت احل هنا لازم احط كيو واحد وكيو اتنين، يعني كأن المسألة دي هتبقى اتنين كيو كوريكشن واحد زائد اتنين الاريا بتاعت الانكلوز. يعني شوف الكيو واحد ده هضربها في الاريا الانكلوز بتاعها، والكيو اتنين هضربها في الاريا الانكلوز بتاعها عشان اجيب التوتال تورك. بعد كده هيبقى عندي فيه معادلة هي ان السيتا داش واحد يساوي السيتا داش اتنين، وبفتكر ان السيتا داش دي عبارة عن السيتا بتاعت كل سل على حلة، وبنفتكر ان ده عبارة عن واحد على اتنين اريا الانكلوزد اي في التكامل بتاع الكيو اللي هو التوتال دي اس على تي.
فده بنقسمها لحاجتين، عبارة عن الكيو الاوبن سيكشن دي اس على التي زائد الكيو الكوريكشن دي اس على التي، ده كل مضروب في واحد على اتنين. يعني ده الكلام ده واحد على اتنين الاريا ان واحد، بقول ان ده بيساوي واحد على اتنين الاريا انكلوزد اتنين. التجميعة دي افتكرت ولا لا؟ نعم. يعني كأني بقول احسب السيتا داش هنا اللي بتعتمد على ايه؟ تعتمد على الشير فلو الاوبن سيكشن في الاجزاء دي، والشير فلو الكوريكشن في الاجزاء دي. لاحظ ان المنطقة دي هيبقى ما فيش فيها غير الكيو واحد، والمنطقة دي ما فيهاش غير الكيو اتنين، والحتة المشتركة هيبقى فيها الكيو واحد ناقص الكيو اتنين. افتكرت ولا لا؟ يعني التو سيلز هنعالجها نفس المعالجة بتاعة الوينج، مش اي خلاف. كويس. وده السبب الحقيقة ان ايه ما كررتهاش، لان هنقعد نعيد ويزيد نفس الحاجة ترمين ملهاش معنى. فاذا اللي بتعمله هنا، اولا المثال اللي عندك هنا موجود في الكتاب لسنجل سيل، وانا حليته على اكسل فايل، ممكن تاخد الاكسل فايل عشان تبص عليه تظبطه زي ما ظبطت دي. لا خالص، ما بقول لك عشان كده ما عملتهاش، والا هنقعد نكرر يعني هتبقى عمليه زهق يعني. ماشي، هنقعد نكرر نفس الحاجه. انا شايف انها تبقى هيافة. نعم دكتور، هو هنا اللي زودنا برضه الجزء التيبر صح؟ هو ايوه في المساله، في المساله دي كان فيه تيبر عشان كده، عشان سيمتريك بس. كويس، لكن لو ما كانش سيمتريك هيطلع لها قيمه طبعا. فاذا اللي بنتكلمه على الفيوزولاج كاناليسيز هو اعاده يعني لما سبق الوينج، الحديث عنه في الوينج مع اختلاف الجيومتري. كويس، مع اختلاف الجيومتري في اختلافات بسيطه تانية، وهي عباره عن حساب الافكتيف اريا. انا هعمل الحكايه دي ملهاش معنى. كويس، حساب الافكتيف اريا بيقول لك عشان الكيرفيتشر متغيره، بس هتيجي تبص هتلاقي دي يعني زويده ما احناش محتاجينها قوي. يعني ازاي تحسب الافكتيف اريا؟ احسبها الافكتيف اريا 40 تي، ما توجعش دماغك يعني. نعم، في التنشن سايد، في التنشن سايد هتاخد كل الاريا. يا استاذي انا في الحسابات دي هامل السكين كلها. كويس، واذا كنت هتبتدي تتكلم على السكين في التنشن سايد كلها بتخش، في الكومبريشن سايد هتاخد الافكتيف اريا هنا، معلش اسمح لي، هتاخد 40 تي تربيع او 30 تي تربيع حسب الماده. ماشي، يعني بالنسبه للالومنيوم ما هي لها معادله تحسبها، خدها حسب الماده بتاعتك 30 تي او 40 تي ما بين ده وده، وهتكتفي بهذا القدر. بقول لك بالنسبه للفيزيولاج هو بيحسب الافكتيف ديري، بيقول لك ده هدخل معايا كمان الكيرفيتشر فاعمل لها فورمولا تانية. فالفورمولا موجوده معاك في الكتاب، قال لك بتجيبها 40 مش عارف تي على الرينسور كيرفيتشر. دي عباره عن يعني ايه زويده شويه، موجوده معاك في الكتاب، موجوده معاك في المحاضره، موجوده معاك في الشابتر، كل حاجه موجود. لكن انا في رايي مش وقتها دي، انت يعني احسبها على اساس انها ستريت فلات بليت وخلاص. يعني هتلاقي مثلا ال 20 تي تربيع او 30 تي تربيع بقت 32 تي تربيع. خد بالك، مش دي اللي هتخلينا نعيد المساله وندخل عليها مفاهيم جديده واحنا لسه في البريليمينري ديزاين. فدي عباره عن يعني ايه
انتوا طبعا الكلام يعني مش قد يكون غير مقنع، بس اعمل كده. يعني دايما في البدايه ابتدي سهل. ليه بقى؟ لانك ممكن تعقد الدنيا، تلاقيك حسبت الاستريس بدل ما هو 20,000، لو انت دخلت التعقيدات دي وعملت فيها غلطه تلاقي الاستريس بتاعك بقى 40,000. لو ما اهملت ما خدتش بالك من الحسابات الرفيعه ديت هتلاقي ال 20,000 بقت 21,000. فاحيان اهمال اشياء في البدايه بيكون افيد، لكن لو قعدت تعقد في البدايه بتاثر بهذا التعقيد اكتر على الحسابات الاساسيه. فمعلش اهمل الحاجات دي. الاهمال دلوقتي خلاص مش هنقول في الوينج اكتر من كده، وهعطلكم على ال لا طبعا لا. ده هو هنا يعني تعمد يعمل كده عشان يخلي المسألة سيمتريك كويس، عشان يخلي المومنت بزيرو. ليه بقى؟ لان الراجل ده كان بيحل بايده، فتفرق مع السيمتري في الحل، لانه كل الكتاب ده كان معمول سنة 72. الراجل ده كان سعيد جدا بالسلايد رول، معاهش حاجة تانية يحسبها. سلايد رول كان لسه الكالكوليتور ما طلعتش، فكان بيحل المسألة دي يا بدماغه يا بسلايد رول يا بالتيبلز بتاعت الكالكوليشنز. فكان بالنسبة له السيمتري والنون سيمتري مسألة مهمة، لأن واحدة هيضيع فيها ساعتين وواحدة هيضيع فيها 10 ساعات. فكان بيهتم بإيه؟ بهذه أنت دلوقتي ما تهتمش بيها أساسا. أنت بتحسب عند أي نقطة وبتحل بالكمبيوتر بيساعدك وخلاص. يعني التولز بتاعتك يجب انك ايه تتحرك في مستواها. يعني هو الراجل يعني يشكر عمل هذا الكتاب العظيم بسلايد رول. كان يعني السلايد رول ده حاجه عظيمه. تعرف السلايد رول ولا ما تعرفوش؟ ده عباره عن الرول كده كان في وسطها في قلبها حته بتزحلق، بيستخدم المقياس اللوغاريتمي عشان يجيب حصل الضرب. انت عارف حصل الضرب لما اجي اجيب مثلا 40 في 60 كان بيعمل ايه؟ بيعمل لوج. ده الاف لوج اف عباره عن لوج 40 زائد لوج 60 ماشي. هو بيستخدم السلايد رول دي يحط حاجات فوق بعض عشان يجمع، وبعدين النتيجه دي بيطلعها يجيب الانتي لوج عن طريق ايه؟ التاني. فكان عشان يعمل حسبه زي كده كان بيتعب يعني بسلايد رول ده. لكن ده كانت المتاح. فدلوقتي الكلام ده بيتعمل على وانا على فكره حضرت فتره ظهور الكالكوليتر. كان اول واحد كان واحد زميلنا سافر امريكا وجاب معاه كالكوليتر تكساس، فكان يضرب ال 3600 1120 ويدوس تطلع الرقم. دي كانت معجزات يعني، لان احنا كنا بنتعب في حساب الارقام دي، يا اما الواحد تحسبها بالمطول يا اما تحسبها بسلايد رول. لكن كانت الكالكوليترز يعني كنت انا موجود ساعتها في الثالثه كليه، فكان واحد جاب كالكوليتر وعمل معاه عمل عليه مشروع. عمل عليه المشروع في رابعه. فكان ده يعني كان انجاز. فانتوا احسن حالا بكتير يعني. يعني كويس؟ فخلاصته ان الراجل او الكتب الكتير اللي اتعملت في الفتره دي كان فيها اعتبارات بتتعمل عشان الراجل المهندس يقدر يطلع بارقام يعرضها على الناس. لكن انت ما عندكش مشكله دلوقتي. هي مشكلتنا دلوقتي هي انك بقت التولز قويه جدا بحيث انك ما بتقدرش تستخدمها. يعني ما بتقدرش تستفيد منها لان التول اقوى بكثير من المتطلبات الحقيقه. يعني المتطلبات اللي بتحتاجها حدود الدراسه الحاجات دي اضعف بكثير من المطلوب او يعني من اللي بتعمله الكالكوليتر دلوقتي او بتعمله الكمبيوتر دلوقتي. كويس؟
اتفهم القصه دي دلوقتي. لو عندك اكسرسايز انك تحل سنجل سيل اظن مش مشكله. عندك تو سيلز افتكر الوينج راجع الوينج ماشي. بس انا اللي يهمني دلوقتي في بقيه الكورس ده ايه بقى؟ المهمني انك تتعرف على الباقي. ازاي بقى؟ احنا عندنا يعني ما مش هنقعد يعني نعيد في المتعاد. اللي يهمني دلوقتي ايه؟ خلاص احنا المساله دي بالنسبه لي خلصت، وهديك كمان اكسل شيت على يبقى هتاخد مني ده وتاخد ده اللي هو فيه المساله، مساله موجوده في الكتاب محلوله وكده كفايه. وبالنسبه للتو سيلز لو اديت لك تو سيلز، افرض ان انا غطيت عليك في الامتحان واديت لك تو سيلز، هتحلها كما كنت بتحل الايه؟ الوينج. لكن ايه اللي يهمنا دلوقتي؟ اللي يهمنا اكتر هي الماونث دي، الحته التايهه. ايه هي الماونث دي؟ في ماونث معروفه كويسه اللي هو الاندر مانج سيستم، الاندر كارج سيستم، وبرضه هتاخد المروحه ديت، قصدي هتاخد المحاضره دي. ايه الاندر كارج سيستم؟ الاندر كارج سيستم ده السيستم اللي الطياره بتنزل عليه، اللي بياخد الهبده بتاعه النزول. هتلاقي فيه استرات زي العربيات بالظبط. الاسترات ده فيه داشبوت، في سبرينج، بس الاسترات هنا برضو فيه، هتلاقي ده الكلام ده موجود في العربيات بس الشكل مختلف. هتلاقي موجود كونكشن كده بتسمح لك انك تلف العجل، يعني تعمل ستيرنج للعجل. يعني مثلا انت نازل كده عاوز العجلة دي تطلع وتنزل عشان تقدر تخوض الصدمة، صح؟ ولكن في الوقت عاوز تعمل لها ستيرنج. فبتعمل الحكاية دي ازاي؟ عن طريق الكونكشن دي. عن طريق الكونكشن دي تبقى هنج، مسمار، هنج، يعني ده عبارة عن لينك وده لينك. ده كويس؟ اللينك دي بتسمح انك تنقل التورك اللي عايز تحرك بيه العجلة دي من فوق، من هنا لتحت، من هنا، مع السماح بان العجلة تطلع وتنزل. ده الكلام ده في العربيات، في التوك توك، في اي حاجة بتمشي على الارض دلوقتي بقى معروف. كويس؟ ولكن برضو ايه؟ عبارة عن ذكرى تاريخية. هنا بيقول لنا ان اللينك دي لان لها طبيعة خاصة، ان لازم ده يسمح بان يقبل الصدمة وفي الوقت نفسه تقدر تعمل ستيرنج. وهنشوف مسألة على دي. بس قبل ما نشوف مسألة، ايه اللي عاوزين نتعلمه في ال ده عطينا منظر تاني، منظر ثالث. طبعا ايه؟ مع الوقت الاندر كارج بقى بوجي، يعني بوجي زي البوجي بتاع العربيات بتاع القطورات. ليه؟ لان الوقت لقى ان عجله واحده مش كفايه، ابتدى يحط عجلتين، طياره تقلت اكتر، ابتدى يحط اثنين واثنين، تقلت اكتر اكتر، يبقى اتعمل اثنين واثنين واثنين، يعني سته وسته. مجموعه العجلات دي بيسموها اللفظه بتاعتها بوجي. متاخده منين؟ من القطورات. القطورات دي فيها المشكله دي من زمان، فكان بيعمل عجلات القطر عباره عن اتنين واتنين. في القطارات ما بتلاقيش تلاتة في تلاتة، لكن الطيارات بتلاقي تلاتة وتلاتة عشان في الصدمة بتاعتها قوية شوية. ف نعم؟ هو الطيارة ازاي بتتحرك؟ ايوه. الطيارة فوق في بيقدر يعمل ستيرنج مع الدركسيون بتاعه. فوق في دركسيون؟ اه؟ لا مش ما الدركسيون ده عشان يحرك العجل، مش عشان يعني مش يعني فوق بتتحرك عن طريق الايروداينامكس بالثرست. واللي اه الدركسيون معقد كمان يعني اكتر من بتاعه العربيات. يعني يعني الطياره لازم تعمل ليه؟ لانه لما بينزل بيبقى عايز يلف عشان يوصل للجيت اللي الناس تنزل منه. مش انت لو ركبت طياره وتلاقيك في الاخر نزلت عند جيت وتخرج في الجيت بتلاقي طانل كده
وبتنزل بالظبط من تفتح الباب من هنا تلاقيك داخل جوه التانل، هيعمل الكلام ده ازاي؟ لازم يبقى فيه ستيرنج. فاحيانا الستيرنج فيه في اللي هو الجراوند سيرفيس بتلاقي ممكن فيه ونش بيجي يجر الطياره يوصلها للجيت. خير، ايه بقى اللي احنا عايزينه في الاندر كارج؟ احنا خلاص عرفنا الاندر كارج ايه، عباره عن عجل زي العجل بتاعه العربيات، بوجي من عجل، مش عجله واحده بس، مجموعه عجل. طب احنا ايه اللي عايزين نعمله؟ عايزين نعمل حاجه بسيطه جدا. ليه؟ لان لو تيجي تبص في المساله دي مساله الداينامكس بتاعتها معقده جدا، صح؟ سوست وكاوتش والبتاع عشان احنا عايزين نعمل حاجه واحده بس في هذا الكورس، ازاي احسب البيزك فورسز اللي موجوده على هذا الشكل. يعني ايه هي الفورسز اللي موجوده على الشكل؟ ايه هو الشكل ده؟ في عندي هنا الجزء ده، اهو ده اللي مش ناقصه. يعني ده في عندي سترات. خلينا نتكلم عنها. حصل حاجة؟ مفيش حاجة. ايه بقى الاسماء اللي موجودة؟ الاسماء اللي موجودة في عندي اوليوسترات، العمود الاساسي ده بيسموه الاوليوسترات، والحاجات الجانبية دي بيسموها لينك. في عندي يعني في عندي في واحد بسيط زي كده، في عندي اوليوسترات وده لينك، والجزء ده الجزء اللي بيتعمل بيه ستيرنج، ده اللي يبقى واصل بالدركسيون. يعني انت لو جيت تلف الجزء ده، يعني الجزء ده بيتلف، يقوم لف العجله دي. بس احنا اساسا عندي ايه الجزء ده، اللينك ده، او بيسموه بريس استرات، لكن ده الاوليو استرات اللي هو فيه المكبس والسوست والحاجات دي. اوليو استرات الجزء التانيين دول لو تلاحظ هتلاقيهم بادين بهنج وبناهين بهنج، فبيبقى عباره عن لينك زي اللينك بتاعت التراس. كويس، ايه اللي انا عايز اعمله في المساله دي؟ كل اللي عايز اعمله ان احسب الفورسز في الاجزاء دي. ليه؟ عشان بعد ما احسب الفورسز تقدر تعمل لهم فاينايت اليمنت، تقدر تعمل لهم دايناميك اناليسيس، تقدر تعمل لهم اللي انت عايز تعمله. بس انا عايز كل اللي يهمني احسب البيزك فورس. مش هيخرج عملي الكورس ده في الموضوع ده عن حاجة زي كده. يعني ازاي بتحسب البيزك فورسز اللي موجودة على الجير، وده بنسميه سيمبل جير موديل، غير الجيرز اللي انت شفتها قبل كده تبقى اكثر تعقيدا. فاحنا واخدين ابسط حاجة وعاوزين نحسب عليها الفورس بتاعتها. بنحسبها ازاي؟ بنحسبها عن طريق الاكوليبريم ميكانكس بتاعت. بس قبل ما اتكلم على الميكانكس، هل من المصلحه ان الاستراكشر ده يكون ستاتيكالي ديتيرمنت ولا انديتيرمنت؟ تاني السؤال، الديركسيون بتاعك من مصلحتك انه يبقى فيكسد ولا فيه قدرة على الحركة؟ أيوة، لازم يكون الجيرز دي ستاتيكالي، ها؟ لا ديتيرمنت.
لازم تكون كاستراكشر ستاتيكالي ديتيرمنت، لان لو استراكشر ديتيرمنت معناها انك هيبقى الديركسيون ده متثبت صح، بمعنى ما تقدرش تحركه ده شمال ولا يمين. فبتيجي تبص تلاقي المكونات الاساسيه بتاعه الاندر كارج عباره عن ايه؟ اوليوسترات، وقلنا الاوليوسترات ده فيه جزء ممكن يتحرك، وفي عندك الديركسيون اللي هو الكنترول ارم ده اللي هو زي الديركسيون. طب تعالى نحسب الفورسز اللي عندنا عشان الاستراكشر ده يبقى ستاتيكالي ديتيرمينت. عدد المطاريب او عدد المجاهيل اللي فيه، لو كان فيه فورسز عدد المجاهيل اللي فيه يبقى كام؟ ده 3 دايمنشنال. ها كام؟ انا بسالك سؤال عشان تفكروا مش عشان تتكلموا. الاستراكشر ده عشان يتنفذ ويكون ليه معنى لازم يكون استاتيكالي ديتيرمينت، يعني اقدر احسب الفورسز اللي فيه من معادلات الحركه السته، ولا استاتيكالي انديتيرمينت؟ نعم يبقى ديتيرمينت. ليه؟ عشان ده هيدي فيه فليكسيبيليتي، بمعنى انه يقدر تحركه. طب تعالى اما نشوف الاستراكشر ده، قال لك في الارم ديت لو بصيت عليه كله، في الارم ده وفي اللينك دي، لو بصيت على اللينك ده فيه كم مجهول؟ يعني دلوقتي انا هبص على الجزء اللي تحت ده، الجزء اللي تحت ده اللينك ده عادة فيها كم مجهول؟ واحد. واللينك ده فيه كم مجهول؟ واحد. والضغطة بتاعت التحرك ديت، يبقى دلوقتي انت واخد بالك ولا لا؟ ده عبارة عن، مع التكليف اللي انا فيه، ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن استراكشر كده وفيه عندك لينك جاية كده، يعني ده عبارة عن ده الاليوسترات، فيه كده لينك وفيه لينك في الاتجاه الثاني. ماشي؟ ده ليه؟ عشان تقدر تمسك الاستراكشر ده في مكانه. فيبقى في عندي لو رسمنا لها كده سكتش بسيط، ده الاليوسترات وفي واحد كده وواحد كده، وده ثابت في الطيارة وده ثابت في الطيارة، وده عبارة عن ستراكشر 3 دايمنشن باينة. يعني كأن ده واحد ماشي كده، وده ده جاي في البلين ده هوت، وده جاي في بلين عمودي عليه أو مايل عليه على الأقل. ماشي؟ فبقول أدا الاسترات بتاعي في البلين ده، ولكن في واحد هو سماه هنا السي جي، واخد بالك من الجي دي موجوده هنا؟ اه ماشي. وبعدين ده اسمه البي اتش، لاحظ او البي اي، لاحظ ان الجي والاي هنا موجودين في نفس المكان، يعني كان ده في بلين وده في بلين عمود عليه، ومجموع واحد في بلين اللي هو الاي بي جي او الاي بي، والتاني في السي بي السي بي جي او البي اف جي. ماشي؟ والتاني موجود هنا في الاي سي اي، ده واحد بلين كده وبلين عمود عليه. ماشي؟ وقلنا اللينك ده فيه وان انون واللينك ده فيه وان انون. كويس؟ ليه بقول دول هم الانونين؟ في عند اللودز اللي عندي ده جيفن، اللود اللي جاي من الصدمه ده كميه معروفه فما هوش مجهول، لكن عندي فيه تو لينكس كل واحد منهم فيه فورس واحد. يبقى اللينك اللي هنا المفروض يبقى فيها كام عشان يتحل؟ ها؟ اللي هي عبارة عن النقطة دي
اللي هي على في ال اتش اي ده عباره عن الكنترول لينك بتاعي. في الاتش اي اون عند نقطه اي في مجهول واحد. طب عند نقطه اتش في كم مجهول؟ النقطه اتش انت عايزها نقطه تكون كويس، وعند نقطه اي انهي لينك؟ اللينك اللي طالع ده ايه اللي ماسك الطياره؟ ده متثبت في الطياره. نشوف اكتر ايه هي الاجزاء المثبته في الطياره هنا؟ واحده هنا اللي هي الاتش اللي متثبته في الطياره، والاي دي متثبته في الطياره. لو انت تبص للشكل ده اللي متثبت في الطياره، نعم اللي في الطياره ولا الطياره، الاي والاي دول متثبتين في الطياره، واللي ممكن مثبتين مش بمعنى فيكسد. ايوه يعني ممكن يكون ده بيلف حوالين دي وده بيلف حوالين دي، لكن لهم تثبيته في الطياره، واحنا عايزين نشوف التثبيتات بتاعتهم، لان هو ده مفتاح الحل. مفتاح الحل بتاع مسألة الأندر كارج هو ده، إنك تفهم القصة دي. فمن حيث المبدأ لو أنا ببص للمنظر ده، أنا ممكن أعمل دياجرام كده ألاقي إن الأندر كارج ده فعلا أحسن حل. انت ممكن تبص للدياجرام ده، لو عملت له دياجرام كده بحيث انك ما تخليش بره غير نقطه اف واتش اللي هم متثبتين في الطياره، ولما تعرف دول تعمل دياجرام تاني. انت خلاص عرفت اللي موجود في الاتش واللي الاف، فمن تقدر تعرف اللي في الاي وفي الاي وفي الجي. ماشي، فشوفنا هنحلها ازاي. اخدهم الاول من جوه، من بره لجوه. لو انا عملت من بره لجوه يبقى ما فيش عندي غير ثلاث تثبيتات، الاتش والاف والجي، صح؟ مجموع الانونز في دول لا يجب ان يزيد عن الستة. فاحنا بنقول في هنا واحد، والاتش دي المفروض ما يكونش فيها اكتر من اتنين لان دي ممكن تلف، والاف دي ما يكونش فيها اكتر من اتنين. يعني لو انت مثبت الشكل ده في النقطة دي اللي هي اللي بره، والنقطة الاتش اللي هي اللي بره، والنقطة الجي اللي هي اللي بره، يبقى المفروض مجموع دول لا يزيد عن الستة. يبقى نبتدي الحل ازاي؟ بان احنا نعمل فري بادي دياجرام ماشي كل ده جواه، متثبت فقط في الجي في الاتش والاف والسي. فهمت؟ والمفروض ما يكونش العدد بتاعهم اكتر من ستة. فده الحل الاكسترنال، تحسب الفورس بتاعت اللينك عند جي، والفورس بتاعت الهنج دي عند اتش، والفورس بتاعت الهنج عند اف. وقلنا مجموع الاتنين دول واحد، وده وده مجموعهم لا يزيد عن ستة. فده اللي بنحل اكسترنال. بعد ما تحل الاكسترنال بتحسب انترنال، بانك تعمل فري بادي دياجرام
لهذا الجزء الاول والجزء التحتاني ده. فتجيب بالنسبه لك هيبقى في عندي الفورس اللي في الاي اللي بتاعت اللينك دي والفورسز اللي موجوده عند الاي اللي هي الكونكشن ما بين التو الكنترول ارم والاوليو سترات والفورس اللي عند الجي. هتقول لي طب ما انت حسبت الجي الاول، معلش تعيد حسابها تاني وتتاكد ان الرقم اللي انت بتجيبه صح. ماشي. وبعد كده هنعمل فري بار دياجرام تاني اللي هو اللي تحت ده، وهتجيب منه الفورس. فخدتوا بالكم او يعني مش فهمتوا، على الاقل خدتوا بالكم فكره. فنشوف المساله دي وانا اعطاها لكم محلوله عشان تراجعوها براحتكم. ايه هي المساله ديت؟ اول حاجه لا استنوا كده حاول اشوف لكم طريقه سهله. انا عاوز ال يبقى عندي هنا مثلا الحل الاولاني اكتبوا الاسماء، الاسماء بتاعتنا اللي هو جي و جي و اتش اف و اتش الاول اف و اتش و جي اف و اتش و جي. شوف اللي عملناه هنا بالنسبة للإف، قلنا إن في عندي ثلاث مجاهيل. معلش أنا بس عشان ما نتلخبطش عايز نفهم إن الإف هي عبارة عن نقطة متطرفة، الإتش نقطة متطرفة، والجي نقطة متطرفة اللي هي اللينك. يعني كويس؟ إحنا عايزين نشوف الفورس اللي على كل الثلاثة دول. فأول حاجة بنحسبها عند الإف، قلت في عندي ثلاثة انونز، يعني كأن الاف دي هعتبرها هنج. عند الاتش في اتنين انونز، كأن ما اعتبرها رولر. عند الجي، السي جي ده عبارة عن لينك، هعتبر ان المجاهيل اللي فيه واحد بس. عند الجي هعتبرها لينك، وتلاحظ ان الفورسز اللي طلعت عند الجي كلها بدلاله الاف سي جي، يعني الاثنين كان بقول الفورسز في اتجاه الاف سي جي ولهم الكومبوننتس دي، يعني هو وان انون. الخط الثاني بجيب البوزيشن بتاع الاف وبتاع الاتش وبتاع الجي. كويس؟ يبقى بجيب الفورسز، ثلاثة فورسز والثلاثة بوزيشن فيكتورز، ثلاثة فورسز والثلاثة بوزيشن فيكتورز. هي اف اس اف في ال والاس. طب ايه هي الدايركشن اللي احنا حاطينها دي؟ ايه هي الكوردينتس بتاعتي؟ الكورس اللي باخدهم ثلاثة دايركشنز، اتجاه الدراج واتجاه الفيرتيكال و اتجاه السايد. يعني الدايركشن بتاعتي باخدهم، لو لاحظ الرسمه دي مكتوبين الدي والفي والاس. الاس فين؟ اللي هو هنا في الفي والاس. يبقى باخد الكوردينتس بتاعتي هي الفي اس دي. الفي ده هو الفيرتيكال اللي هو موازي للاوليو، السايد العمودي على الاوليو، والدراج في اتجاه عكس اتجاه الحركه. ده كويس؟ دول الدايركشن اللي بحلل فيه اتجاههم الفيكتور بتاعتي. عشان كده لو تلاحظ ان احنا هنا لما جينا نتكلم على الفورسز، قلنا الفورسز بتاعت الهنج واحده في اتجاه الدراج، واحده في اتجاه السايد، واحده في اتجاه الفيرتيكال.
وفي الهنج واحده في اتجاه الدراج وواحده في اتجاه الفيرتيكال، وما حطيتش حاجه في اتجاه السايد. ليه ما حطيتش حاجه في اتجاه السايد؟ نبص على الرسمه كده. يعني ال بتاعه الاتش هنا مفيش فورس جايه في اتجاه السايد، يعني انا بقول هنا على الهنج دي مفيش عليها فورس في اتجاه السايد، يعني مفيش فورس جايه كده. يبقى كل الفورسز في اتجاه الفيرتيكال والدراج، يبقى كان عند النقطه دي الفورس في اتجاه الفيرتيكال، لكن مفيش فورس جايه في اتجاه السايد. بينما الهنج دي ممكن يكون عندي 3 فورس في اتجاه الفيرتيكال والسايد والدراج موجودين كلهم. هو كده يعني النقطه دي ممكن تلف، ودي هنج، ده عباره عن نقطه متثبته هنا، دي هنج متثبته، ولكن الاتش دي رولر تاخد في اتجاه السايد قصدي في اتجاه الفيرتيكال وفي اتجاه الدراج، لكن ما تاخدش حاجه في اتجاه السايد. معنى ان الهنج دي خد بالك انها لينك ممكن تتحرك في الاتجاه. ماشي. بالنسبه للنقطه ديت حطيت لها الفورس بتاعتها في اتجاه السي جي، وحطيت يبقى كان جبت الفيكتور بتاع السي جي الاول وبعدين ضربت الفيكتور ده يونت فيكتور وضربته في الاف سي جي، يعني كان مجموع الفورسز هنا اللي جايين اكسترنال عن طريق الهنج دي والرولر دي واللينك دي طلعوا 5 ولا 6، واحد في اتجاه اللينك، 2 في اتجاه الرولر، 3 في اتجاه الهنج. كويس. وبعدين عندي الفورس دي جيفن النون، يعني نون لان دي ابلايد فورس، فيبقى انا ممكن احل الاستراكشر ده اكسترنالي كده، يعني كان لو الاستراكشر الداخلي هنا اقول ده كتله، يبقى الفورس اللي بتاثر عليها عند اف وعند الاتش وعند السي اقدر اشوف الاتزان بتاعها مع الفورسز بتاعه الامباكت اللي هي غالبا هتبقى في اتجاه الدي رياكشن في اتجاه الدي ورياكشن تاني في اتجاه الفيرتيكال. يعني الامباكت فورس اللي هنا قال لك مثلا حصل امباكت على زاويه 12 والامباكت ده ب 1500، يبقى ده ممكن احلله اتجاه الدراج والاتجاه الفيرتيكال، لكن مفيش حاجه في اتجاه السايد. ماشي. فيبقى دول الاربعه فورسز الاكسترنال اللي موجودين على الاندر كارج، فممكن احسب منهم هذه الفورس. خلاص. وبعد ما احسب الفورسز دي اقدر زي ما نقول هنعمل اتزان لللينك دي او اتزان لللينك اللي تحت شاملا السي مره ثانيه. كويس. فكان المساله دي عباره عن مساله تو اكويليبريم سيتس اوف ايكويشن، واحد للاكسترنال استراكشر وواحد للانترنال استراكشر. الكلام ده كله عامله لكم هنا باكزامبل محلول قدامكم، كل المطلوب منكم انكم تفهموه. يعني دلوقتي فهمنا يعني ايه اف وجي والاف بتاع والار بتاع الدبل، واخدناها 0 0 0، يعني كان ده الاوريجن بتاعي، ومن هذا الاوريجن بقيس الموقع بتاع الاف اللي هو الار اف، بقيس الموقع بتاع الاتش اللي هو الـ. انت شايف الاوردينت بتاع الاف كام؟ الاوريجن بتاعي خلاص بقى فين؟ بقى عند العجله دي السنتر بتاعها كده. طب قول لي بقى الاف بتاعتك الفي دايركشن هيبقى كام؟ ومعلش نراجع الكلام ده، الاوريجن عند النقطه دي. طب الفي دايركشن بتاع الاف هيبقى كام؟ حد شايف حاجه؟ ده 26 و22 هيجيبني لغايه هنا، وبعدين التخانه بتاعت الجزء دي دخل معايا 2، يبقى 26 و22 و2 هيبقى كام؟ 50. صح؟ طيب الاس دايركشن بتاع الاف هيبقى كام؟ 6 و6 هيبقى، وال8 قصدي
ده 8 و 6 يبقى 14 صح؟ طب الدي دايركشن بتاعت الجي الدي ادي الجي اهيت يبقى الجي قصدي الدي دايركشن بتاع الاف هيبقى بزيرو صح؟ نعم؟ لا بتاع الاف بقول لك الدي دايركشن في اتجاه الدي لها كوردينيت هيبقى بزيرو هل الكلام ده صح؟ يبقى احنا كده قلنا 50 ناقص 14 زيرو اتاكد بس ان الكلام ده موجود ناقص 14 50 زيرو صح يبقى ده كان ده حساب بتحسب الار اف ازاي من الاوريجن اللي اخترناه اللي هو عند الزيرو زيرو زيرو بتشوف الابعاد بتاعت النقطه بتاعت تاثير الفورسز الاف طب بالنسبه للاتش الاتش بتاعت عايز احسبها برضو في اتجاه الدراج والاس والفيرتيكال نتاكد من الكلام ده معلش برضو ايه يعني عشان يبقى الدنيا باينه عندنا شويه انا دلوقتي عايز احسب الاتش حد كده يقول لي الاتش ده موقعها هيبقى كام لو انا عايز احسب موقع النقطه اتش هبص على الاوريجين اللي هنا واقول والله الاتش دي على بعد في اتجاه الفي الاكسيس بتاعتي انا على فكره بعملها في اتجاه الدراج الفي قصدي السايد الدراج في الفي ماشي في اتجاه الفيرتيكال هتبقى كام شكلها 50 برضو صح في اتجاه السايد هتبقى كام كم ستاشر ناقص تمانية بالظبط ده تمانية هطرح منهم ده ستاشر هطرح منهم تمانية يبقى تمانية في اتجاه الدراج هيبقى كام هيبقى زيرو طيب النقطة التالتة اللي هي ايه الجي نجيبها بالمرة كده هيطلع بالنسبة للجي الجي اللي هي هنا هيبقى الاس كوردينت هتبقى ناقص 8 صح ولا غلطان لا انا بتكلم على الجي اللي هنا هيبقى الاس كوردينت هو الجزء ده صح هيبقى ناقص 8 والفي كوردينت هيبقى عبارة عن هو واخد ده في اتجاه ده هو برضو 50 لا ولا 48 لان هيبقى اخد الجزء 26 و22 هوصل للجي ماشي يعني بشوف الايه الموقع بتاع دي بالنسبة لي السايد كوردينيت ده لاحظ ده في دي ماليش في السايد يبقى السايد بزيرو اجيب الابعاد بتاعت النقطه دي بالنسبه لي تلاته ناقص تمانيه سته وعشرين ده السي جي ده جاب الار سي جي طب احنا قلنا الاتش طلع زيرو احنا زيرو 58 كان زيرو 58 طيب بالنسبه للار سي جي دي برضو نقطه ايه تستاهل ان احنا نقولها الار سي جي لاحظ ان احنا لما في معادلات الاتزان بتبقى عايز اي نقطه على الخط العمل فبالنسبه للار سي جي ده يعني شكلنا كده ايه شكل كنت حسبتها على اساس نقطه تانية مش لازم العاليه يعني حسبناها على ايه ار سي جي لو جينا حسبنا النقطه اللي تحت دي عند السي هلاقي ان الفي بتاعتها ب 26 والاس بتاعها
فين السي هنا؟ السي اللي هنا هيبقى ناقص 8 لو حسبنا نقطة سي يعني. لأن لما أقول الفورس اللي في سي جي أنا ممكن أخذ أي نقطة على اللاين أوف أكشن. يعني بالنسبة لدي أنا ممكن أخذ نقطة سي. وده هي النقطة بتاعت اللاين أوف أكشن. فخد بالك إن دي عبارة عن 3. والجزء ده عبارة عن 8. يعني الحتة اللي باقية دي هتبقى عبارة عن 5 والجزء 26 ودي عند النقطة دي هيبقى 3. من الآخر هتبتدي تشوف نقطة على اللاين اوف اكشن بتاعة الفورس اللي انت عايزها. بعد كده الفورسز بقى ايه؟ افكركم بالميكانيكا اللي غالبا هتكون ناسينها. المعادلات بتاعتنا بنقول ان حساب الفورسز بنقول ان الفورس بتاعة الاتش زائد الفورس بتاعة الاف زائد الفورس اللي سي جي زائد الفورس بتاع الويل لازم المجموع ده يساوي. ده معادلة ايه؟ اللينير ايكوليبريم. لكن في معادلة تانية بتاعت المومنت ايكوليبريم. انك خلاص احنا حسبنا كل النقط على اللاين اوف اكشن فبنقول الار بتاعه الاتش كروس الاف زائد الار بتاع الاتش كروس الاتش زائد الار بتاع السي جي كروس الاف سي جي زائد الار بتاع الدبليو كروس دبليو ده بيساوي صفر. دول هيطلع الست معادلات او اتنين معادلات فيكتوريال اللي هم يكافئوا ست معادلات بتحلهم وتطلع المجاهيل بتاعتك اللي هم 3 في الاف و2 في الاتش و1 في السي جي. عشان نفهم البيبر الورقه مثلا اللي نقولها هنا كده جبنا الفورسز بعد كده جبنا المعادلتين بتوعنا. المعادلة الأولانية هي الاف والاتش والسي جي والويت مجموعهم بصفر. ادي معادلة. المعادلة دي ممكن افكها لثلاثة. ماشي. المعادلات الثلاثة هما السطر الأولاني ده بيساوي صفر. السطر الثاني بيساوي صفر. السطر الثالث بيساوي يبقى كده افهم ان الاف اس بيساوي صفر. صح؟ وبعدين التلات معادلات التانية بجيب الكروس برودكت الار اف كروس اف والار اتش كروس اف والار جي كروس جي هيدي لي تلات معادلات تانية. الست معادلات دول بحلهم مع بعض هيطلع لي ان الاف بتاع السي جي 8000 والاف بتاعت الدي 3000 الاف اس بصفر الاف بي والاف والاتش دي والاتش في. يبقى كاني بحل كده حسبت الستة فورس. كويس. ده عن طريق الاكسترنال ايكوليبر بعمل كده. طب ابص كده على الفورسز دي حسبت منهم الفورسز دي عن طريق الاكسترنال ايكوليبر. الخطوة اللي جاية بعد كده ان انا بعمل internal equilibrium للمجموعة دي كلها. هاخد الجزء اللي فوق اللي قلنا نعمل له free body diagram. ماشي. الجزء ده اللي هو فيه عندي الاف في الاتش من الناحية اللي تحت فيه اللينك بعمل ليه ايكوليبريم واجيب من الايكوليبريم ده الحل اجيب الفورس اللي موجودة وناخد بريك. ماشي.
وده هتبقى المسألة اللي هتحلوها على فكرة، ده هتبقى المسألة اللي هتحلوها.